بعد ما عملت فيديو كنت بتكلم فيه على قائمة المنتخب الجزائري، لقيت حد بيقول لي في الكومنتات خليك في الإعلام المصري اللي بيجرم لعيبة الأهلي بعد ما رفعوا إعلام فلسطين في مباراة الأهلي والرجاء في سوبر أفريقيا. قلت الله عادي، ممكن تعليق عادي بس أخش أدور، بس يمكن ألاقي رد عليه ده أي حاجة. دخلت لقيت عمرو أديب هو اللي كان بيتكلم في القصة، فقلت لا عمرو أديب بيتكلم كلام إيجابي اللي هو عادي، يعني نرفع علم فلسطين بجانب علم مصر ما فيهاش أي مشكلة. مين اللي كان بيتكلم في حاجة في الموضوع بطريقة سلبية؟ قال لك إبراهيم عيسى. إيه ده؟ هو مش شادي اخوه اللي بيطلع معانا الطلعات دي؟ قال لك لا، ابراهيم عيسى بنفسه ساب موضوع الاديان وساب الصيدلي اللي بيقرا قران في الصيدليه وساب تدريس اليهوديه والمسيحيه في المناهج وساب الروايات اللي بيكتبها وجالنا بقى هنا في الرياضه وبيتكلم على موضوع الاعلام وقانون الاعلام وان لازم لعيبه الاهلي تتحاكم علشان خاطر الاهلي مخترق وابو تريكه والاخوان، وقعدنا نخش كده كله فتح على بعضه. بصراحه اتفاجئت لان في ناس كتير قالت لك انت ده كله فتح على بعض كده ليه؟ واضح انك ما تعرفش ابراهيم عيسى كويس، لان لو اتفرجت على ابراهيم عيسى كويس واتفرجت على كل حاجه بيعملها ابراهيم عيسى بقاله فتره طويله هتعرف ابراهيم عيسى عباره عن ايه. فانت لو اتفرجت على فيلم مولانا بتاع ابراهيم عيسى هتقعد اساسا تايه وتقعد مش فاهم اي حاجه، ولو اتفرجت على اي لا اتفرجت لو قريت اي سنة اي روايه او كتاب لابراهيم عيسى برضه مش تفهم اي حاجه. فانت جاي هنا بتركز مع ابراهيم عيسى وهو بيتكلم على الاهلي وبيتكلم على ان لعيبه الاهلي لازم تتحاسب علشان خاطر قانون الاعلام، والاعلام والدستور بيقول والدستور ما بيقولش، واحنا معلش يا جماعه لازم لعيبه الاهلي تتحاسب عشان خاطر الانتماء وولاء وصفاء وهناء. ايه يا معلم، روح اتفرج على ابراهيم عيسى كويس وانت تعرف الراجل بيقول ايه. الراجل بقاله فتره حرفيا بيلوش، بس اهم حاجه بالنسبه له الترند، واهم حاجه بقى الناس تركز معايا، والناس بدات تركز مع ابراهيم عيسى الفتره الاخيره فعلا. يعني الناس كانت بتعدي كل حاجه، بس اول ما قال على شعار الاهلي فوق الجميع شعار نازي الناس بدات تركز معاه، واول ما قال لعيبه الاهلي لازم يتحاكموا علشان خاطر رفعوا علم فلسطين الناس بدات تركز معاه. ان بتوين بقى ابراهيم عيسى كان بيقول حاجات اخطر من كده بكتير، بس هي عزيزي كده مصر لو قعدت تقول حاجات كتيره جدا برغم ان هي خطيره جدا الناس بتركز معاك، انما تركز معاك امتى؟ لو اتكلمت على فوتبول. هي الكره البلاستيك، الكره بتاعتنا دي. بص الكره بتاعتنا دي ما فيش اي حد بيقدر يقرب منها ولا اي حد بيقرب للعيبه بتوعنا. اللعيبه بتوعنا لا مؤاخذه بقى خط احمر، احنا سايبين لك كل حاجه تخبط فيها زي ما انت عايز. فبص ايدك استاذ ابراهيم او يا سياده الاعلام ابراهيم او السيناريست ابراهيم او الكاتب ابراهيم. بص يا استاذ ابراهيم خلينا مع اخوك شادي عشان اخوك شادي بيلوش تلويشات اكتر منك، وشادي اخوك مش مسنود ولا عنده علاقات فاحنا بنخبط فيه براحتنا، انما انت اللهم احفظنا عم ابراهيم. فبوس ايدك ابعد عن الكوره والنبي وسيبنا في حالنا، ويا نحلة لا تقرصيني ولا عايز عسلك. مرضي يابا؟ اتمنى تكون مرضي والنبي عشان احنا كلنا لازم نكون مرضيين. انا مش جاي اتحبس انا بسبب فيديوهات بتكلم فيها عن الكوره، لا لا لا، احنا نقفل الفيديو على كده وشكلنا هنلحق نقفل القناه قبل ما نربح منها اي حاجه، على الله الحكايه دي بتاعتنا والله. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش انا رايح احاول امسك القطه اللي عماله تنولولي من اول الفيديو دي.